بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه من برنامجنا اليومي مطبخ دريم. ان شاء الله النهارده عندي وصفتين بس هنتذكر فيهم الساده الصايمين وهينفعوا طبعا الساده المسيحيين طبعا الصايمين، وهينفعونا برضو طبعا، وهينفعوا الحاله الجميله اللي احنا بنمر بيها. النهارده هنعمل حاجتين سريعا كده، هم الصيام زي ما اتفقنا، هنعمل حواوشي زي ما اتفقنا. نوعيه الحواوشي ديت عشان لو محدش عارفها، ده الصيامي. الحواوشي الصيامي ده هو يمكن يكون ابتكاري بنسبه 100%، هنعمله ونشوف الدنيا فيه ايه من الحاجات الجميله قوي اللي هتعجبكم. وزي ما اتفقنا ان الحواوشي دوت يا جماعه انا اقدر برضو ان انا اعمله حتى لو مش في الصيام، حتى لو انا هعمله لاولادي. بعد كده عندي كفتة التونة، وهنشوف الدنيا فيها ايه مع بعض، وهنعمل الحاجة بالراحة من الالف الى الياء ونشوف الدنيا فيها ايه. انا ممكن اسويه في الفرن، ممكن اسويه على الجريلا زي ما انا هعمل كده. مقاديرنا ايه؟ نازل مقادير كده يا استاذ محمد ونشوف الدنيا فيها ايه. مقاديرنا بيكون عندي بصلاية مفرية بس يا ريت خش. الحواوشي عموما زي ما اتفقنا لو باللحمة يبقى ربع اللحمة ربع بصل ويكون خش. هنا انا بصفر البصل. بيكون عندي نص كيلو بطاطس مبشوره نيه، نص كيلو بطاطس مبشوره نيه، بعد ما بقشر البطاطس ببشرها. بيكون عندي 2 فلفل حار الشكل ده كده حضراتكم شايفينه، يكون عندي معلقتين كبار كزبره خضراء، ملح، فلفل كمون، معلقتين كبار زيت، ممكن فصين توم لو حبيت، بس انا مش من هواة التوم في الاكل. بنعمل ايه؟ بحور البصل كده لما يصفر بالشكل ده عشان احسن الطعم عندي، ولازم ولا بد الكمون. عندي معلقه هريسه كمان يا جماعه، ده لو حبيت لاولادي يعني. لازم ان انا احمر البصل كده بالشكل ده عشان ان انا احسن الطعم. ببتدي انزل بالفلفل على البصل، هنا الريحه والطعم بيتغيروا تماما والدنيا بتتغير معايا. وادي الكزبره الخضراء. ايه ده الكزبره الخضراء من دلوقتي يا شيف محمود؟ مش المفروض انزلها بعد ما انزل البطاطس؟ لا. وادي البطاطس اهي نيه. طب البطاطس دي هتستوي يا شيفنا؟ اه هتستوي طبعا. وندي الهريسه كده المشطشطه ديت ونشوف الدنيا فيها ايه. هندي بقى شويه ملح بصات كده، شويه كمون. طب يا شيف محمود انا عايز اعمله بس ما يكونش صيامي، بس نفس الحواوش ده، الفكره دي حلوه قوي. ممكن ندي بقى فيه جبنه، يعني بعد ما انا اقلب التقليبه دي واعمل الكلام ده كله، ابتدي ادي فيه شويه جبنه موزاريلا. شايفين الخلطه بتاعتنا؟ واسويه في حاجه من الاتنين، يا اما اسويه في الفرن عندي بحط صاجه، وابتدي الصاجه ديت بتكون سخنه وادهن العيش زيت، ولو فطاري بدهنه سمنه، وابتدي اسوي الكلام ده، او على الجريلا زي ما انا هعمل كده ونشوف الدنيا فيها ايه. شايفين طبعا ريحه الشطشطه مع الفلفل مع البطاطس شيء غير عادي باذن الله. صحتين ليك يا حبيبي، ده بقى الصيامي بقى. يا استاذه رانيا اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا شيف محمود، ازي حضرتك؟ ازاي سعادتك انت؟ الله يخليك، يعني نورتي دريم والله يا شيف محمود. الدنيا منوره بحضراتكم، تسلمي لي. تسلمي. وايه الشغل الجميل الحواوشي الصيامي ده؟ جديد بصراحه وجميل، يعني ممكن حتى صحي اكتر من اللحمه. حلو جدا طبعا، وطبعا برضو بما ان كيلو اللحمه وصل 100 جنيه فاحنا ممكن نتحايل في الموضوع دوت، ونقدر نعمل الحاجات دي ان شاء الله. اكيد اكيد اكيد. تسلمي ايدك يا شيف محمود، بتعملنا كل شيء والله مفيد، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك يا رب. تسلمي يا مدام رانيا، كلك ذوق، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. تسلمي، متشكر قوي ليكي. طبعا بيسحب معايا الكلام ده، طبعا ما ننكرش برضو ان في كيلو لحمه بيبقى ب 55 وب 60، عشان ما بقاش انا متجني قوي، او ان انا بقول لكم على حاجه وفي حاجات ثانيه. هي في طبعا محاولات غير عاديه ان شاء الله كل شيء يبقى في متناول ايدينا، وان شاء الله ربنا كريم ويجعل كل حاجه تكون في متناول ايديكم كده. احنا دول كانوا بطاطسيتين بس يا استاذه سميره، ونشوف الدنيا فيها. يا استاذه سميره اهلا بحضرتك. يا شيف محمود ازيك؟ ازاي سعادتك؟ عامل ايه؟ الله يخليكي. ان شاء الله تعملي البطاطس ديت. ان شاء الله. انا بقول لك مشتي على الاكل الصيامي ده، انا كنت اطلب طبعا منك تعملينا اكل صيامي، بس حضرتك يعني مش عايز توصيه يعني. ده شرف لينا، انتوا حضراتكم اخواتنا واحنا وانا بعزكم جدا. بس تحطي لي المقادير تاني معلش. عينيا فورا هنزل لساعتك المقادير. وتسلم ايديكي، انا شفت لك شغل على الفيسبوك رائع رائع رائع. عجبتك الكنافه بالجيلي؟ ممتاز طبعا ممتاز. تسلم ايديكي وعينيكي.
ميرسي يا سيف محمود. ربنا يجعلك دايما في العالي يا رب، ويحفظكم ويخليكم لينا، وربنا يتقبل منكم صيامكم ويخليكم لينا يا رب. تسلمي لي. انا كده بزود الخلطه شويه كده معايا اهي، مش عايز ازودها بلاش، عايز ازودها ماشي، شويه زيت بس بصات كده للتحمير، والزيت ده كله لو كان زيت زيتون هيبقى افضل. ونقول ايه، خلصت القصه. يا سلام، معقوله كده يا شيف محمود؟ طب انا ممكن استغنى، ممكن النهارده انا عندي كيلو بطاطس واستغنى يا شيف محمود عن اللحمه، مش لازم اجيب لحمه يعني عشان اعمل حواوشي لاولادي. لان فعلا انا لقيت تعليق جميل قوي قوي على الفيسبوك بيقولوا يا شيء مش ليا انا، يعني كيلو اللحمه بقى ب 100 او ب 80 او او او، ورغيف الحواوشي مازال بره ب 2 جنيه. فالرد بتاعي قلت لهم وكيلو البصل بقى ب 4 جنيه. فازاي رغيف الحواوشي ب 2 جنيه؟ فالتعليق بتاعي ان الراجل اللي بيبيعه راجل عنده ضمير طبعا. مهما الدنيا بتغلي بتغلى، ومهما البصل بيغلى، ولكن هو راجل بصراحه اللي بيبيعوا الحواوشي بره ناس عندها ضمير، ما بتحبش هي تغلي الحاجه، بتحب تحتفظ، بتجيب اللحمه ب 100 جنيه والبصل ب 4 جنيه وتبيع رغيف الحواوشي. هو بيعمل في حدود 10 ب 2 جنيه، يعني 10 في 2 ب 20 جنيه، يعني بيخسر 80 جنيه، ولكن طبعا جزاؤه بيبقى عند الله. حلوه الحته دي. وبعدين 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 يا شيفنا، ربنا يحفظ اولادنا، لان البلاوي السوداء اللي بتاكلوها بره وبياكلوها بره الولاد ديت غلط عليهم وعلى صحتهم. فربنا رب يحفظ اولادكم، واظن انتوا فاهمين مغزى كلامي. وبعدين يا شيفنا، وبعدين وبعدين هنبدا نحمر الحواوشي. اكله بسيطه وسهله وتنفع للغدا. يا سلام لو عندي بقى شويه طعميه. شيف عبد الناصر عمل لكم طعميه سوري حلوه قوي، فنقدر ان احنا نعمل مع الكلام ده والطعميه مثلا، او حلاوه الحواوشي انه يبقى في عيش بلدي بالشكل ده، ونشوف الدنيا فيها ايه وعلى مهلنا، مش هنروح من بعض في حته. وبعدين شويه زيت كده وكده عشان انا ايه ما اسهاش عنه، ونقول خلصت القصه. طيب وبعدين يا شيفنا، وبعدين ناوي على ايه تاني؟ ناوي بعد كده على حاجه تانية، ان انا اعمل لكم النطف ده بس، كفته التونه. انا سالت طبعا وعرفت ان ايه الصيام بتاع حضراتكم اللي موجود دلوقتي فيه سمك، نقدر نشكل اسماك، بس انا قلت اعمل كفته التونه افضل. وبعدين هننزل كده مقادير التونه مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض ان شاء الله. مخرجنا كده على مهله هننزل مقادير التونه ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض ان شاء الله. هات لنا بقى كده الحواوشي ويشوفوه. مقادير كفتة التونة، مقادير كفتة التونة، زي ما انتوا شايفين طبعا، واحدة واحدة كده وعلى مهلكوا هنقدر ان شاء الله ان احنا نعمل كل حاجة مع بعض بإذن الله. شايفين العيش لما بيقرمش؟ برافو عليك يا شيف محمود، فكرة حلوة، فكرة مش وحشة أبدا. وبعدين 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 يا مدام سوسو، أظن الفكرة دي حلوة يا مدام سوسو. مدام سوسو أهلا بحضرتك حبيبي، أنا معاك وعينيك على كل اللي بتعمله. الله يخليك يبارك لي في عمرك، تسلمي لي. الحمد لله على السلامة. الله يسلم سعادتك، تسلمي لي. الحاجة والمدام حنان عاملين إيه؟ الله يخليك يبارك لي في عمرك، تسلمي. أنا وأنتم طيبين يا رب. أنا بتكلم بس عشان أطمن عليك. ده شرف لينا طبعا يا مدام سوسو. وشكرا لإسلام والقصد كله، تسلم إيديك وعينيك يا رب. الله يخليك، متشكر لسعادتك. بقلاوة إمتى؟ البقلاوة؟ آه. مشكلة البقلاوة وفرد البقلاوة ده محتاج يتاخد على حلقتين مثلا. طب ماشي اوكي، اعمل لنا مرة نص أنا في الحلقة ونص التاني في الحلقة التانية. اللي سعادتك تقوم محمود ما بتزودوش الوقت دي. ان شاء الله في القريب العاجل بإذن الله. نص ساعة دي ما تنفعناش. ان شاء الله بإذن الله ربنا يكرم الحال الفترة الجاية، ونقدر ان شاء الله ان احنا نزود الوقت ونعمل لكم اللازم بإذن الله. احنا طبعا أهم حاجة هي خدمتكم طبعا، تسلمي لي، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. هنشوف دلوقتي احنا مقادير العيش، كل ما يقرمش كل ما يبقى احسن. عباره عن بطاطسايه، بصوا يا جماعه ركزوا معايا عشان نبقى مركزين في كفته البطاطس لانها تنفع الساده المسيحيين كتير طبعا. بطاطسايه مسلوقه بميه وملح بقشرها عشان ما تشربش ميه. ادي عندي هنا استبدلت البيض بميه، لو فطاري هيبقى هندي بيض.
ادي الميه وادي البقسماط وادي البقدونس على البطاطسايه وادي علبه التونه وخلصت القصه بتاعتنا. تعالى كده شفنا اهي. وبعدين تعال نشيل ايه البطاطس دي كتير شويه. البطاطس هنا يا ام جوزيف ماده تماسك. ايوه يا شيف محمود ازيك. البطاطس الله يحفظ سعادتك. تسلم ايديك والله فكره جميله حاجه جميله بتعملها لنا النهارده وهنعملها وهنجربها. انت ما فيش حاجه حلوه يعني وشه بتعملها لنا خالص وامانه يا شيف ربنا يخليك. كنت هتقولي ما فيش حاجه حلوه بتعملها لنا. لا طبعا. لا طبعا. لا انت قلت ايه. الله يخليكي ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. انا هعمل النهارده الحواوشي اللي انت عامله الجميل ده بالبطاطس وحاجه جميله ويا ريت ما تنسناش هي 15 يوم كلهم ربنا يخليك. لا طبعا انا انت عارفه يا ست ده انا ببتكر لكم اكلات فضل من ربنا عليا. ربنا يخليك. الله يخليكي انتم معزتكم في القلب طبعا. والمشكله قصه الاعداد وربنا يديكم الصحه وكل سنه وانت طيبين. وانت طيبه يا ست الكل ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. تسلمي. ادي ملح وفلفل وكمون على البطاطس اهيت ونشوف الدنيا فيها ايه. ونشوف الدنيا فيها ايه يا ست منشأة. احنا ورانا ايه؟ موراناش حاجة. وبعدين ده حلو طبعا لأولادنا نعمله لهم ما فيهاش أي حاجة. يا ست منشأة أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ إزاي سعادتك أنت؟ خلي بالك أنا وراك في كل قناة روحها. ده شرف ليا طبعا. النهارده بتصل بيه. الله يخليكي يبارك لي في عمرك. تسلمي. ربنا يخليك لينا وما نتحرمش منك ولا من أكلاتك الجميلة دي. الله يكرمك ويبارك لنا في عمرك ست منشأة. تسلمي لنا. وبعد اذنك يا شيخ محمود تنزل لي بس مقادير الحواوشي اللي انت كنت حاططها. عينيا فورا هننزله دلوقتي وان شاء الله كلنا هنعمله. عارفين كمان عايزكم تعملوه ليه؟ حاضر هننزله عشان نشارك اخواتنا الصايمين. هما كانوا بيشاركونا كتير في رمضان. احنا عايزين نبقى نشاركهم. عايزين نخلي في ما بيننا حته كده جميله قوي لما نعملها مع بعض. هيبقى في حتة الحب الموجودة ما بيننا. احنا مالناش دعوة بأي كلام يتقال. احنا لينا دعوة بعقليتنا ايه كلنا. وطبعا اكم من برامج بتتكلم كلنا يعني امنا بالله سبحانه وتعالى من غير ما نشوف الله. ولكن ربنا سبحانه وتعالى احنا امنا بيه. نفس القصة. سفتي قلبك دايما. قلوبنا بتقول ان احنا لازم نحب بعض. وزي ما اتفقنا ان ديننا دين السماحة ودين الحب. طول ما بنحب الناس دي كانوا والله بيكلموني يقولوا لي احنا بنحب نشارككم. احنا في رمضان بنحب نفطر معاكم. جزاء الاحسان الا الاحسان. دايما دايما اقول لكم الحته ديت هتبقى قد ايه. مفيش احسن مننا في الدنيا. وبعدين يا شيفنا شايفين البطاطس بالتونه؟ ايه يا شيف انت عجنت العجينه بس وبتحمر. انت بتضحك علينا دايما كده. لا انا عمري ما اقدر اضحك عليكم. انا لازم اوريكم كل حاجه. احنا شفنا الحواوشي وعملناه من الالف الى الياء. بسرعه شويه وبتجري شويه يا شيف محمود بس في الاخر هتوصل المعلومه. هنا البطاطس مفيش اي ماده تماسك يا شيف محمود. بطاطس كده على التونه. الله ازاي دوت اهي كده ادي البطاطس. لا ما انا سلق البطاطس بقشرها وميه وملح فهنا البطاطس مش شربتش ميه. لان انا لو قطعت البطاطس يا جماعه لو انا قطعت البطاطس بتاعتي وسلقتها تشرب ميه ودي اللي يخليها تفك من الزيت. انا ممكن اعمل كفتة البطاطس زي كوبيبة الشامي واحشيها تونة من جوة او جمبري. حضراتكم بقى بتفننوا ومع نفسكم كده وحضراتكم مش محتاجين اي توصية يعني. وبعدين يا مدام نور. وبعدين يا مدام نور اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام استاذتنا الغالية. الله يخليك. ازاي حضرتك يا شيف محمود؟ ازاي سعادتك انت؟ حضرتك عامل ايه؟ سعادتك بخير. انا بخير طبعا. الله يخليك يا شيخ. تسلمي لي. حضرتك الله يخليكي مع سعادتك. طبعا حضرتك عشان عارفه وقت البرنامج ضيق. لا خالص. وقت ده انا خلصت اهو ولسه عندنا ربع ساعه مش عارف اعمل فيها ايه. ربنا يديك الصحه يا شيخ محمود. عينيا. حضرتك في نوع بسبوسه تركي. عليك عاوزه حضرتك تعملها لنا. البسبوسه والله انت بنت حلال لاني في نيتي اعمل لسه بكلم دلوقتي استاذ محمد القاضي قلت له بكره عايز اعمل بسبوس. هعمل لك التركي معاه. نعمل بتاعتنا ونعمل التركي ولا يهمك. ايه تاني؟ بكره باذن الله يا شيخ محمود. بكره ست الكل. ايه تاني؟ متحرمش من حضرتك ابدا. طلباتك اوامر. انا اقدر افتح بقي معاكي؟ ما انا عارف هتعملوا فيا ايه. انا بحاول. خدوا بالكم انا بحاول ارضيكم على قد ما اقدر. عارفين بقى ما يبقى الوقت الساعه ونص ولا ساعتين مثلا كده يعني ها؟ يبقى في كلام تاني بس برضه هعمل لكم احسن حاجه. وهيبقى واحده واحده وعلى مهلنا.
ونحاول نفهم. شايفين الكفته؟ شايفه ام اسلام الكفته دي تحفه. تسلم ايدك يا شيخ محمود والله. الله يبارك لي في عمرك. تسلمينا ربنا ما يحرمك. ربنا يخليك بجد والله تحفه يا شيخ محمود بجد والله. الله يخليك. ربنا يبارك لك وتسلم ايدك على كل اللي انت بتعمله والله. الله يخليك. وبعدين قبل ما احنا نشاركهم هم كانوا بيشاركونا برضو يا شيخ محمود في رمضان في صيامنا. واحنا طول عمرنا اخوات مع بعض وربنا يا رب يديم علينا كده الصحبية والصداقة ومحدش يخش بينا ابدا يا رب. وقبل ما يكون الصنف حلو من ايدك والله يا شيخ محمود وحنين بتلاقيه في البيت حاجات بتلاقيها في البيت. طيب ما هي دي صنف كفتة وما بيكلفناش حاجة خالص وطعمه جميل. هو مش صيامي بس لكن صحي كمان. هو هنا ده الشيف اللي عايز يوصل الحاجة وتبقى سهلة وبسيطة لحضراتكم. ويا رب دايما كده يجعلكم انتوا احسن ناس وبتعملوا احسن حاجه يا رب. تسلمي لي ست ام اسلام ربنا ما يحرمني من ذوقك. شايفين الكفته متماسكه ازاي؟ خدوا بالكم التونه جيبوها قطعه واحده عشان ما يبقاش فيها سائل كتير. وتصفوها من الزيت. تصفوها من ايه؟ من الزيوت اللي فيها. وبعدين يا شيفنا وبعدين 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 يا سلام. معقوله الكلام دوت؟ ده السادة المسيحيين هيهيصوا النهاردة بالأصناف ديت. ما هو ده اللي أنا عايزه وأنا عاوز إيه أكتر من كده. يا أستاذة عفاف أهلا بحضرتك. يا صباح الفل يا شيف محمود. صباح الفل على عيونك. إزاي حضرتك وحشنا خالص. ربنا ما يحرمنا من ذوقك أبدا. متشكرين جدا جدا إن أنت مش نسينا يا شيف محمود. ما نقدرش ننساكوا حضراتكم إخواتنا. تعيش الله يخليك والله دايما احنا يعني بجد تعبينك معانا تشكر الف شكر على اللي تعبك معانا. بالعكس انا ببقى في منتهى السعاده وانا بخدمكم والله 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 كمان. الله يخليك والله كمان مره. استاذنك بس تنزل لي مقادير الكفته ديت بس انا كنت مشغوله مع التليفون. لا سعادتك تأمري امر طبعا وفورا. تعمل لنا البصل المقرمش يا ربي يخليك يا شيخ محمود. عينيا الاثنين حاضر. اللي تأمري يا ربي خليك تحت أمر. مش منك أبدا يا رب. حاضر عينيا ليك يا ست الكل. تسلمي لي أنا تحت أمر سعادتك. هننزل مقادير الكفتة تاني ونشوف الدنيا فيها إيه على مهلنا. إحنا ورانا إيه طبعا. هنا أدي التونة هيت وأدي المية. لو أنا مش صيامي باخدها بالإيه؟ بالبيض. بالمية يا شيف محمود. أيوة بالمية. ولا هيجرى أي حاجة. إيه اللي هيجرى يعني؟ إيه اللي هيجرى؟ إيه اللي هيجرى أكتر من اللي جرى يا عم محمد بس؟ وبعدين يا زمن معاك. ها يا استاذ محمد اهلا بحضرتك. الو حبيبي انا سامعك. انا كنت عايز اسال عن البسبوسه. البسبوسه بكره يا حبيب قلبي عينيا ان شاء الله لو لينا عمر. ايه تاني؟ والبسبوسه وبرده الكنافه. البسبوسه وايه؟ كنافه. الكنافه عينيا. ايه تاني؟ بس كده يا حبيبي اللي تؤمر بيه عينيا. حاضر اللي سعادتك تؤمر بيه. البسبوسه والكنافه هتفكرنا برمضان بدري بدري بقى. وبعدين حاضر يا حبيب قلبي اللي تؤمر بيه. هنا هنا يا ام ندى ابتديت احمر لكم كفته التونه هيت وشايفين الدنيا فيها ايه وعامله ايه وهتوصلنا لايه. ست ام ندى اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ازاي حضرتك شيف محمود؟ ازاي سعادتك ست الكل؟ انا ممكن اسالك على حاجه وما تزعلش يا شيف محمود؟ لا ابدا عمري ما بزعل منكم حتى لو عفوا وده عمره ما بيحصل منكم. غلطتوا فيا. لا احنا ما نقدرش ابدا. ده انت الله على الله يكرمك. الله يخليك يبارك لي في عمرك تحت امرك. انت ازاي كده؟ امر الله. مع اني مش عارف ازاي كده ايه بس امر الله. والله بنحس ان فيك حاجه مش طبيعيه يعني. انت ما شاء الله ما شاء الله عليك. روحك حلوه وكلامك حلو يعني يعني مش عارفه انت ازاي كده حلو كده. لو حد عايش من الفنانين القدام كان عملها اغنيه لان الكلمات دي حلوه يعني. ربنا يخليكي. تسلم ايدك تسلم ايدك. طبعا انا اول مره في حياتي اشوف حواوشي اقتصادي كده طبعا يعني في ظل الظروف الاقتصاديه اللي احنا فيها دي. وفعلا فعلا اللحمه واصله المبالغ عاليه ويعني يعني انا دلوقتي هدخل البيت هطلع بطاطسين وهعمل حواوشي اللي حضرتك عامله ده. يا رب دايما. انا واثقه ان هو هيطلع طعمه حلو لو اني اول مره اشوفه ولا اعرفه. بس انا مش عارف انت ما شاء الله عليك ربنا يبارك لك. الله يحفظ سعادتك. انا اقول لك ناس كتير قوي بسمعها بتدعي لك ربنا يقعد دعاها من حدك ومن نصيبك. الله يخليك يا رب. ده من دعمكم ليا طبعا محبتي ليكوا اللي هي بتنعكس في شغلي اللي انا بقدر افكر فيه واعمله حتى اتفقنا لو كان 10 دقايق. ادي الكفته هي خدت ميه يا جماعه وعملناها عملناها عملي. اللي كان جاهز حمرته اللي قدامك اهوت بالميه مقرمشه من بره واخده التونه. يبقى الساده دلوقتي الصايمين هيقدروا يجيبوا علبه تونه
قطعة واحدة يقدروا يسلقوا البطاطس بالمية والملح ونقدر نعمل الكاوي بقدونس وخلصت القصة تك 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 اهو. الشيف محمود مش احسن منكم ابدا ابدا. وبعدين 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 يا استاذ يوسف وبعدين استاذ يوسف اهلا بسعادتك سيد الكل. ازي حضرتك؟ الله يحفظ سعادتك تسلم لي. لو سمحت كنت عايز لقيت المكرونه بالسجق بالصلصه. المكرونه بالسجق بايه؟ بالصلصه. عيني فورا. حاجه تاني؟ لا شكرا. اللي سعادتك تؤمر بيه. شايفين البطاطس مع الهريسه مع الكزبره تحت امر سعادتك. مستويه يا شيف محمود مستويه تحت امر سعادتك يا سيد الكل. حاضر. المكرونه سواء بالجمبري او بالسجق طبعا لو كانت بالصوص الاحمر مش بالصوص الابيض. الطماطم بناخدها كونكاسيه ميه سخنه ميه ساقعه بعد كده بتتقشر بتتقطع مكعبات صغيره بصلايه مع توميه ننزل بالسجق او بالسوسيس هيبدا يتسبك معايا ممكن ياخد قطع فلفل صغيره ممكن ياخد لو حابين ندي الطعم الايطالي شويه ندي زعتر روزماري لو كان عندي لكن انتوا عارفين ان انا بعتز شويه بالاكل بتاع الايه بتاع الستي وستك وانا عندي والدتي الله يديها الصحه لو شمت ريحة الروزماري أو الزعتر تقول يا ما كلش وانتوا عارفين أنا مديكوا فكرة عنها إنها بتحب الإيه إنفى أكتر من اللازم ربنا يديها الصحة حتى البوفتيك لازم يا شيف محمود تحمرولي بالسمنة البلدي بس بحمرهولها والله ربنا يحفظها لنا يا رب ويخليها لنا. ست أم أدهم أهلا بحضرتك. ربنا يخلي لك يا شيف محمود. ازاي سعادتك ست الكل؟ الحمد لله وحشنا كتير والله يا محمود. الله يحفظك ويبارك لنا في عمرك. عارفين النص ساعه دي صعبه جدا والله صعبه. طب ده انا خلصت اهو. طب انت قولي لي بقى سعادتك انا دلوقتي خلصت اهو هعمل ايه؟ ما نص ساعه بص لو مش هتشتغل مش كافيه ان احنا نقعد مع حضرتك. ان شاء الله باذن الله ربنا ييسر الحال ويغير حال عن حال وكله بفضل ربنا ثم طبعا وجودكم ودعمكم. ليه حضرتك ليه هعرف عند حضرتك انا محتاجاه قبل يوم الجمعه؟ الايه ما سمعتش الايه؟ انا طلبت من حضرتك قبل كده عايزه كيكه الحادقه وعيد ميلاد ادهم يوم الجمعه وانا عايزه اعملها. طب كل سنه وهو طيب. الكيكه الحادقه طب هقول لك يا ست مقدم خدي رقمي وكلميني وانا اشرحها لك دي نقطه او طلعيها من على اليوتيوب. الكيكه الحادقه دي اتعملت من 8 سنين يا ست الكل والله اكتر طلعيها ايام ابويا الله يرحمه طلعيها كنت مبدع في الفتره دي كنت مبدع بستمد من والدي رحمه الله عليه. خشي وطلعي وان شاء الله باذن الله لو ما عرفتيش حاجه كلميني ولا يهم ولا يهمك من اي حاجه وكل سنه وابنك طيب دي اهم نقطه عندي. وبعدين عارفين الأم اللي زي ست أم أدهم أو أي أم لأن الأم دي يعني حاجة كبيرة أوي. الأم لو دخلت المطبخ عملت أي حاجة مهما تاكل لابنها بس بإيديها ربنا طبعا يخليكوا لأولادكوا عملت حاجة بإيديها لأولادها والله لو هي رغيف عيش طلعت وجبتوا شيف الشيفات مش الشيف محمود طبعا أكم من شيفات رائعين عمل ايه مش زي دي عند ابنها وفرحته. خدي بالك اما تيجي تعملي ربنا يخلي لك ابنك يا رب او بنتك ويخليكي انت ليهم لان انتوا واصله روحين طلعوا من روح واحده العلاقه اللي بينكوا لا يعادلها تورته جايه من فرنسا ولا من هنا ولا من هنا. اعملي شوفي على اليوتيوب او كلميني ودايما لما تيجوا تعملوا ما تبصوش الشكل ده مش زي بره لا روح اجيب لابني تورته كبيره ومرسوم عليها صورته لا كل ما كان من ايدك والله بيبقى ليها لمسه. ولما بنكبر نوصل لسن الشيف محمود بفتكر سنه كذا والدي عمل كذا والدتي عملت كذا كان بيجي لي اصدقائي لغايه دلوقتي انا بفتكر وانا في اعدادي كان بيجي لي زمايلي الوالده تقوم تعمل كذا والوالد كان يقوم يعمل كذا واللي ده بيعلم معانا احسن ما اقول ده انا والدي نزل المحل كذا واستورد لي كونتينر ايس كريم من فرنسا مثلا مع اني ما باكلش الايس كريم بس سبحان الله. مين اللي معايا؟
يا استاذة نبيلة، اهلا بحضرتك. صباح الخير يا شيف. صباح الفل على عيونك، منور الدنيا كلها. الله يخليكي. انا بقالي كتير ما شفتش لاني ما كانتش جاي التردد عندي. ده شرف ليا، لما جه فرحانه قوي قوي ان انا لقيتك. ده شرف ليا يا ست الكل، تسلمي. ربنا يخليك يا اشطر واطيب شيف في الدنيا. الله يخليكي، ربنا ما يحرمك. للناس واصله لكل القلوب اللي بتسمعك. الله يكرمك، ربنا يبارك لي في عمرك ويبارك فيكي. متشكر. بعد اذن حضرتك يا شيف، معلش انا عايزه اطلب طلب. اللي سعادتك تأمري بيه. ربنا يخليك لينا. عايزه طريق الحواوشي المقادير، وعايزه الاعاده الساعه كام؟ طيب الاعاده تقريبا يوم الجمعه، لكن المقادير بتاعه الحواوشي اللي هي حواوشي البطاطس ولا باللحمه؟ انا ما شو لا دلوقتي الحواوشي الصيامي. طيب عاملين لنا اكل صيامي. حاضر هقوله دلوقتي دوت. والاعاده تقريبا بتبقى يوم الجمعه، هقول لسعادتك هشرحه لك حالا. نازل مقادير تاني كده استاذ اسلام واستاذ قاضي ونشوف الدنيا فيها. حاضر يا استاذه روحيه، اهلا بحضرتك. ازيك يا شيف محمود؟ ازاي سعادتك ست الكل؟ وحشني يا شيف محمود والله. وحشني. الله يخليك. صوما مقبولا طبعا. نعم صوما مقبولا. الله يخليك، ربنا يبارك فيك يا شيف محمود. تسلم ايدك على الحاجات الحلوه اللي عملتها لنا دي النهارده، بالرغم ان انا لسه فاتحه دلوقتي وكنت في المستشفى ولسه جايه. الف سلامه. لكن يعني انا بشكرك 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 على اكل الصيام اللي انت عملته لنا النهارده. الله يخليكم، انتوا عزاز على قلبي وقريبين لقلبي، وربنا يقدرني دايما اعمل لكم احسن حاجه. ربنا يخليك يا رب، وما احناش منك والله. الله مش عارف اتعصر بيك خالص يا شيف محمود، مش عارف اعمل ايه. ونمرتك بتصل بيك ما بتردش عليا ليه يا شيف محمود؟ اكيد ممكن تكوني بتتصلي حضرتك على نمره قديمه، ومع اني ما غيرتش النمر بقى لها 3 سنين، بس ممكن دلوقتي حالا ما تقفليش يا مدام روحيه، وخدي رقمي دلوقتي. خلاص يا ريت تدولي والله يا شيف محمود. حاضر. لا اسلام بعد اذنك اديها الرقم. انا عايز اقول لكم على حاجه. حاضر تحت امرك والله والله. انا بيجي لي تليفونات ساعات ابقى في الفندق، ابقى نايم، ابقى او او او، خصوصا من قاعد مع والدتي ما برضاش ارد على التليفونات عشان ما اضيعش الوقت اللي قاعد معاها. لكن والله بعد كده بمسك التليفون اتصل انا بيهم بعد كده. ليه؟ بقول ربما اكون محتاجه حاجه، ربما اكون عايزه حاجه. دي نقطه. وانتوا عارفين طبعي ولا ازكي نفسي عندكم. الحواوشي ده هنعمله هو والكفته، حاجات بسيطه، حاجات هتقدروا تعملوها، حاجات ان شاء الله برضو مفيده لاطفالنا. الكفته دي هنقدر نعملها. بقول لحضراتكم يا رب دايما تكونوا بخير. بكره ان شاء الله عندي حلقه مهمه قوي، لان هعمل نوعين بسبوسه نركز فيهم بالراحه واحده واحده، وهنعملهم ونسويها هنا. وقولوا يا رب كل شيء هيمشي باذن الله وبفضل الله. اشكركم جدا، بشكر طبعا اخواتنا في الكنترول تحت بتعبوا معانا جدا، الساده المصورين. والقاكم ان شاء الله غدا على خير، والسلام عليكم.